أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد معاذ بن جبل رضي الله عنه انه قال
ده ما فيهاش فصال. لو سألت أي حد أنت بتحب ربنا؟ أه بحب ربنا. طيب ما سألتش نفسك مرة هو ربنا بيحبني ولا لأ؟ هو ربنا بيحبني ولا لأ؟ طيب ربنا لو بيحبني يا حد يقدر يا
إن الله يحمي عبده المؤمن كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام والشراب مخافة عليه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معنى الحديث ليه؟ ما يشربش شربه يا ابن كذا وكذا وكذا، هل اكله غير من الدكتور قال لك عليه؟ طبعا لا. ليه؟ خايف عليه. طب ما تديله دي من نفسه. عند الدكتور قال لا، كده هيبقى فيها ضرر عليه وعلى صحته، كده بيأخر علاجه، صح ولا لا؟ ولله المثل الاعلى. صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا وفقه إلى الرفق. يعني تلاقيه لين، تلاقيه طباعه لينة مش غليظ. وشوف بقى البيوت بقى الحديث ده طبعه على البيوت، شوف الزوج عنده رفق بزوجته ولا لا، شوف الزوجة عندها رفق بزوجها ولا لا، شوف الأبناء عندهم رفق بالآباء ولا لا، شوف الآباء عندهم رفق بالأبناء ولا لا، شوف الجدع عنده رفق بالجار ولا لا. القسوة التي نعاني منها لأننا ابتعدنا عنا ونزع الله من قلوبنا الرفق، ماشي يا ستين عملان ما فيها شيء.
كده وصلي سوا. العشاء ده عشاء يا عم من كله عشاء 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 انا بصلي انا وانت والمسلسلات والافلام. تعالى صلي على الغياب. اصل المسلسل ولا الغياب ده هخلصه. اصل في ماتش هخلصه. ايه اصل مش عارف ايه هتفرج عليه. وبعدين وبعدين خلص الفيلم، خلصت التمثيليه، خلص الماتش، خلص ده، خلص ليه. وبعدين انت فاكر يا انت تحت من العشاء تتعامل مع ربنا وابوك وامك اللي في البيت انت مزعلهم دول، وامك اللي انت مزعلها في البيت
يعني في الحرام والدال.